العراق وتداعيات صرف الدولار الأمريكي يرافقه تكدس المواد الغذائية في محال الجملة وامتعاضهم بسبب هذه الأزمة، خصوصا مع أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وعزوف المواطن عن الشراء، مما كبدهم خسائر مادية كبيرة مع جهات معنية لم تتخذ أي إجراءات لتخفيف معاناة الجميع. مثل ما تلاحظون أسعار الدولار أثرت على السوق بشكل عام، هاي منتهي من عدة وعلى كل الأصناف، يعني مو بس على الغذائية، بس أما اللي هي بتماس مباشر ويا المواطن الغذائية، لأن يعني استهلاكية، شغلة استهلاكية، وبسبب سعر صرف الدولار كل المواد ارتفعت، ماكو شيء بقى على وضعه. وتجيك يعني اللجان الاقتصادية أو تجي مثلا متابعات يقول لك يا بليش مصعد البضاعة، زين أوكي صعد البضاعة، هي البضاعة شنو يعني؟ كان دولار على 120 أوكي ماكو مشكلة، كان يعني السعر الصرف طبيعي والأمور زينة، يعني مثل ما تقول ماشي، بس من صار الدولار 150 ارتفعت البضاعة وماكو حلول. الملاحظ بالسوق حاليا انه تغير جذري بالتقبل على البضاعة وطلب البضاعة. اول شيء السبب الرئيسي هو صعود البضاعة اساسا وصعود سعر الصرف اللي ادى الى كساد بالبضاعة وعدم اقبال الناس على التبضع، خصوصا احنا مقبلين على شهر رمضان، يعني هيك ايام كان اعداد كبيرة تكون متواجدة بالأسواق للتبضع، وأغلب البضاعة أحيانا تنفذ من السوق. هسه اللحظة البضاعة مكدسة موجودة باقية بالمحلات لأن إقبال ماكو. أول شيء السبب الرئيسي ارتفاع سعر البضاعة من ناحية ارتفاع سعر الصرف، وكذلك الخامة العالميا هم مرتفع. الأمن الاقتصادي ومتابعتي لهذه الأزمة التي تأخذ جانبين، من يقبل بمبلغ ربح قليل ومساعدة البعض، ومنهم من استغل هذه الفترة برفع الأسعار وإثقال كاهل المستهلك في خضم غلق المنافذ الحدودية وصرف العملة والوضع الاقتصادي للبلد. مباشرين احنا جولات على كافة محلات بيع المواد الغذائية، ايضا علاوي بيع المخضر بخصوص ارتفاع الأسعار وإحالة المخالفين منهم الى القضاء، وجولاتنا مستمرة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للمواطن الكربلائي. وحاليا مفارزنا مباشرة من الساعة 500 وإلى أوقات متأخرة من الليل لمتابعة جميع أسعار المواد الغذائية الضرورية، وإحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك. ارتفاع الدولار وكساد البضاعة في السوق العراقية ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين، خصوصا باستقبالهم لشهر رمضان المبارك. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.